نقف من أجل السودان، وأيضا لماذا؟ لأننا ندعم الجيش القومي السوداني، وهي مؤسسة عسكرية أسست سنة 1950 لحماية الوطن والمواطن، وهي مؤسسة دستورية لا يمكن استبدالها بميليشيا، ميليشيا متمردة معظم قواتها من دول أفريقيا، وحتى يستخدمون الأطفال دون العشرين سنة في هذه الحرب من دون تأهيل عسكري، وأيضا ليس لهم تدريب في هذه الأشياء. ومع الأسف الشديد كلما استخدموه هو انتهاكات للحقوق الإنسان وترتقي للمجازر البشرية، وهو أصلا هذا الجنجويدي مطالب دوليا لأنه عمل مجازر كثيرة منذ 2003، وهو يعمل مجازر في دارفور أحد أقاليم السودان. ونحن هنا بنطالب بندعم الجيش وبنقف خلف الجيش، وبنطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الانتهاكات، لأن هذه الأشياء واضحة وموثقة في كل الإعلام، وموجود أيضا ما فعله. هم بيدخلوا البيوت وينتهكوا الحرمات ويغتصبوا النساء ويقتلوا الأطفال وحتى يسرقوا، وكل الحرب دخلوا في المناطق الخدمية في المشافي، حرقوا كل المستندات والوثائق والأشياء التي تتعلق بالتاريخ والحضارة السودانية. ما فعله الجنجويد في السودان لا يكاد لا يوصف، حاجة شيء يكون فوق الوصف بالنسبة للحروب والانتهاكات للبشر، يعني لم نسمع بها من قبل في أي دولة أخرى. الشعب والمواطنين في العاصمة السودانية أصبحوا نازحين ومشردين، بيحاولوا إنهم يجدوا ملاذ آمن عشان يسكنوا فيه ومأوى، فدخل وانتهك. ونحن بطبيعتنا شعب مسالم، وحتى شهدت لنا ثورة ديسمبر 2018 هي الثورة السلمية الوحيدة في الألفية الثالثة الواضحة الآن. فبنطالب المجتمع الدولي بالإدانة الواضحة وعدم المساواة بين ميليشيا جنجويدية وبين جيش قومي مؤسس دستوري يعمل على حفظ البلد، ولا نرضى بتفكيك جيشنا، لأنه إذا تفكك الجيش تفككت البلد، لأنه بيحمل سيادة الدولة وكرامتها وحماية الوطن والمواطن وصيانته. فسيادة دولتنا من وجود القوات المسلحة اللي هي المتمثلة في الجيش السوداني.